قرعه الدوري الافريقي وتفاصيل الدوري الافريقي نروح بسرعه للزميل الناقد المحلل الفني ايمن جلبرتو معانا من خلال الاسكايب عشان نعرف رايه في قرعه الدوري السوبر الافريقي او الدوري الافريقي الممتاز، وكمان ناخد وجهه نظره في مساله الانطلاقه والبدايه مع سيمبا وموعد الاجنده الدوليه 17/10 والمباراه 20/10 من بدري قبلها بشهر اهو بنتكلم على هذه الجزئيه. ايمن مساء الفل. مساء الخير يا محمد، عليك وعلى كل اسره قناه النادي الاهلي وكل المشاهدين، وقبل اي حاجه يعني تحيه انت تستحقها في هذا الملف لانك من اول الناس اللي كنت بتقول المعلومه يعني قبل اي حد تقول المعلومه. الله يخليك يا عيني. لو في تعديلات بتقول التعديلات الملاعب، يعني بجد الملف ده من بابه. انت كنت في الموعد زي ما بنقول كده، فشكرا جزيلا وبالتوفيق ليك دايما يعني في الملف ده وفي كل الاصعده. حبيبي ايمن متشكر جدا لذوقك، ونستغل بقى الوقت ووجودك معانا ونسالك على رايك في القرعه الافتتاحيه مع سيمبا يوم 20/10 وتوقيت المباراه مع نهايه الاجنده الدوليه ب 48 ساعه. طبعا احنا يعني سيمبا بالتاكيد هو المنافس الاصعب، يعتبر في المنافسين اللي احنا كان من المفترض نلعبهم، يعني بسبب ان سيمبا ملعبه زي ما بنقول كده ملعب صعب، اجواء جماهيريه بتبقى صعبه، ولكن البطل لا يخشى احد، المفروض يعني كل الناس هي اللي تخشى البطل، ولكن احنا بنتكلم في الامور فنيا، يعني فنيا احنا خدنا اصعب فريق في التصنيف الثاني، ولكن في ميزه برضو ان حسب القرعه وحسب الطريق بتاعك انت عندك ادفانتج في فكره ان انت اغلب المباريات كلها اللي في طريقك لو ربنا كرمك في دور الثمانيه، دور الاربعه الاياب في ملعبك، ربنا كرمك وصعدت نهائي يبقى مباراه التتويج في ملعبك، طبعا ما فيش حاجه مضمونه، ولكن بنقول بتبقى ادفانتج حلوه ان انت دايما السكند ليج بتاعك يبقى على ملعبك، بتبقى افضليه معنويه، ولكن في النهايه النادي الاهلي كم من البطولات كسبها بره ملعبه وكم من البطولات كسبها على ملعبه والعكس، فيعني الامور واحده، ولكن سيمبا يظل هو المنافس الاصعب للاهلي من فرق التصنيف الثاني. طيب التوقيت بقى ما بين نهايه الاجنده والنهارده، كان في بعض الصحف الجزائريه قالت ماتش مصر والجزائر في الكويت يوم 17/10 والاهلي وسيمبا 20/10، رايك هتتحل ازاي؟ يعني قاعدين زي ما انت بتقول كده، احنا هو من بدري لان فعلا ده ملف عشان ما نقعش في نفس المشكله بتاعه الاجنده الحاليه. هنقول ان صلاح حل موضوع الاجنده الحاليه من عنده، ولكن الاجنده الجايه الاجنده من 9 اكتوبر لحد 17 اكتوبر، المنتخب من المفترض ان هو غير مباراه الجزائر كمان يا محمد المفروض هيلاعب زامبيا حسب الكلام المتاح، المباراه بتتكلم ان هي تتلعب حتى مباراه الجزائر مش تبقى هنا في مصر، يعني لعيبه الاهلي اللي هتبقى متواجده في المباراه بتاعه الجزائر هتسافر من مصر للكويت مثلا لو المباراه في الكويت، بعد كده ترجع تاني عشان المفترض ان هي تسافر تنزانيا او تسافر تنزانيا من الكويت، وكلنا عارفين برضو اجواء السفر ما بتبقاش سهله، فالتوقيت ده مع الشركه المنظمه لمباراه مصر والجزائر بحيث ان الاجنده من 9 ل 17، يعني نقدر نلعب الماتشين في النص بشكل مريح جدا، ندي افضليه ان احنا الفنيه طبعا لمنتخب مصر بالتاكيد يستفيد قبل كاس الامم، هو هيبقى فيه طبعا اجنده ثانيه في نوفمبر، ولكن بنتكلم يعني الراجل برضو يستفيد بالاجنده بتاعت اكتوبر، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه مشكله ان لعيبه الاهلي يحصل اي اجهاد او اي مشاكل في الصرف، في النهايه دي مباريات وديه في اجنده دوليه اه، ولكن يعني نراعي بعضنا، يعني انا برضو حاجه غريبه يا محمد لو ينفع نطرحها، المواعيد برضو من الكاف بتبقى غريبه جدا، يعني بتبقى كل اغلب المواعيد دلوقتي بقت لازقه في الاجنده الدوليه من غير مراعاه للسفر، فالموضوع صعب جدا، حتى في مباراه في السيمي فاينل يعني ان شاء الله لو الاهلي ربنا كرمه وتاهل للسيمي فاينل على طول في الدوري الافريقي، المباراه اللي هي الثانيه بتاعت السيمي فاينل بنتكلم 29 و1 نوفمبر، يعني 29 اكتوبر 1 نوفمبر، يعني النهارده الاهلي مثلا هيبقى في وسان داونز حتى او لو المنافس الثاني ايا كان هيجي مع الاهلي على الطياره على فكره اه
الموضوع صعب يعني، بنتكلم فرق يومين او ثلاثه صعب جدا في افريقيا، احنا برضه مش في اوروبا، ولكن لازم نتعامل مع الامر ونتمنى من دلوقتي اهو الجهاز الاداري للمنتخب، المشرف العام على المنتخب كابتن حازم امام، يبقى في تواصل من جانب النادي الاهلي أكيد إن شاء بشكل الله. كلنا نوصل لسيناريو ان المنتخب يستفيد وما يبقاش برضه النادي الاهلي أكيد. متضرر من حاجه. طيب أيمن، سؤال أخير عشان ما أطولش عليك، طريق القرعة يعني الأهلي، مباراة سيمبا مباراة صعبة جدا وأجواء جماهيرية، ولكن كمان في اتجاه الأهلي لو الأهلي كمل بإذن الله هيصطدم غالبا مثلا بسان داونز، يعني شايف طريق البطولة إزاي بالنسبة للأهلي؟ يمكن ده أكتر اتجاه فيه صعوبة عن الاتجاه الآخر، لأن الاتجاه الآخر يعني ممكن الوداد والترجي يواجهوا بعض في تكرار الفاينل اللي كان فيه الأزمة الشهرية بتاعت تقنية الفار. بص، هي البطولة لأن هي 8 فرق فكل الطرق بتبقى صعبة، لكن بالتأكيد النادي الأهلي واخد أفضل تصنيف، يعني زي ما بنقول كده أفضل فريق في التصنيف ب صن داونز. طبعًا تحس إن هو إيه، إحنا فاكر عشرة محمد هنيدي إحنا اتكتب علينا مصايرنا تبقى واحدة، واضح إن إحنا في صن داونز اتكتب علينا إن مصايرنا دايمًا أكيد تبقى واحدة، ولكن نتمنى إن تبقى فقل حسن زي آخر كام مواجهة بينا وبين صن داونز، كانت فقل حسن لينا باستثناء 2019، ما بعد 2019 كل ما بنواجه صن داونز إحنا موجودين في نهائي. أكيد فحتى مع النتيجة السيئة الموسم البطولة اللي فاتت في أفريقيا، لكن احنا خدنا اللقب في النهاية، كلنا هنفتكر ان الأهلي خد اللقب في النهاية. فلا، هو فعلا طريق صعب البطولة. انت اشرت لحاجة مهمة جدا واكيد هتتكلم فيها في الحلقات اللي جاية، موضوع الجوائز ده ان هو يتم تقليصه برضو، يعني خد من حلاوة البطولة، وده برضو بيقلقنا شوية أكيد ان البطولة بعد كده بداية بنتكلم في 24 نادي، جوائز 11 مليون دولار، بعد كده 8 أندية، المركز الأول 6 مليون دولار، بعد كده بنتكلم في 2.5 مليون دولار. فيعني نتمنى ان الامور تسير في صالح النادي الاهلي عشان نستفيد، ولكن البطوله دي برضو يعني مستنيين منك شغل كبير يا محمد، عشان الناس كلها لسه مستنيه البطوله هتتذاع ازاي، فيها مفاجآت يا هتتنقل أيمن. ازاي، فاحنا مستنيين مفاجاتك. في مفاجآت الفترة الجاية. أيمن جلبرتو، أنا بشكرك شكرا جزيلا، بستمتع دايما بوجودك معايا في التحليل، وكل الناس أكيد بتستفيد من خلال فقرة تريند أونلاين وعبر السكايب. كان معانا زميلنا أيمن جلبرتو والحديث عن قرعة السوبر ليج والمفاجآت المنتظرة خلال الفترة اللي جاية. أكتر حاجة الناس عايزة تسمعها الفترة اللي جاية أكيد جوائز البطولة هتبقى كام، البث الفضائي ايه النظام بتاعه، كل ده اكيد هيتضح خلال الفتره اللي جايه. ولكن الكلام عن البطوله في البدايه كان بارقام كبيره جدا، ولكن مع قرب انطلاق الحدث الامور بدات تختلف لغايه لما نشوف الصيغه النهائيه. وانا هنا يعني هتعامل مع التصريح الرسمي، احنا كصحفيين دايما في شغلنا بنتعامل مع مصادر وبتبقى مصادر رسميه، بس طبعا المصادر ما بتحبش تذكر اسمائها طالما الموضوع لسه ما خدش الصبغه الرسميه، ولكن دايما بنتعامل مع المعلومات اللي بتجينا. ولكن الجزئية بتاعت الإعلان الرسمي امبارح، فيرون السكرتير العام للاتحاد الإفريقي أعلن إن لغاية دلوقتي لسه الجوائز لم يتم الاتفاق عليها وهيعلن ده خلال الفترة الجاية، ولكن من خلال مصادرنا موضوع الجوائز اختلف عما قيل في الفترة السابقة. طيب